je pense que Marcus, je pense que si le chat, si la mousse pas chanel, on va gagner. Voilà, est-ce que les données de chèque ça au bras de l'IA, je suis qu'on fait assez l'IA, car ça trouve joué, je sais pas où là, je suis à la mousse pas chanel, je suis à la mousse pas chanel, ويستمر تعوق على ما بدش كنا نقوله وش كان يطلعش ما كانش صار السؤال حقيقي اللي تعرف شو سبب يعني ما عرفش ما عرفش نوايا هو ثاني ما يخص الموضوع السؤال الكتابي حول الوعي معتمدا على الجامع الأسري بصف من إحدى المؤسسات الجينية والفرق الرياضية تبقى الأحكام الإسبانية والقانون الدولي في الدنيا الجامعات وتبع بالبلوغ النظام الداخلي المجلس الجامعي الاسفي والشريك المصري الرئيس ان طرح سؤال كتابي حول المعايير التي تم اعتمادها من طرف الجامعه في توزيع المبالغ دعم المؤسسات الجمعيه المحليه في سنه 2000 برصيد سنه 2018 ويكتسب سؤال هذا اهميتهم اقدامهم خلال دوره اكتوبر الماضيه على تهديد اللجنه الدائمه الدائمة ذات صلة بهذا الملف وتبخيص عملها وهي التي عكفت على دراسة هذه النقاط نقطة من جدول أعمال المجلس تبقى المقتضيات لمادة 120 من قانون تدريب الجامعات وخلصت في ختام أشغالها إلى توصيات عامة وضعت خلالها مجموعة من المعايير والشروط الواجب توفرها في الجمعيات والأندية الرياضية للحصول على دعم الجامعة إذ يجب عليها تقديم ملف متكامل يتضمن طلب الكتاب الموجه لرئيس المجلس وفقا بوظائف الملف القانون للجمعيه. كذلك التقارير الادبيه والماليه للسنوات الاخيره ومحاضر الجموع العامه السنويه الاخيره ومحاضر تحديد مكاتب مسيره وبرنامج عمل للسنه الماليه بمنح الدعم. قانون التعاون مع الجمعيات على اساس برنامج وحدات زمنيه وواضح الاهداف والتنصيص لكل دقه على التزامات اقراص متعاقده ضمانا للشفافيه في صرف مبالغ الدعم وصولا للمال العام للتدبير. سير رئيس كل هذه المعايير وغيرها والتي نافت المجلس اعلى الحسابات يؤكد في تقاريره السنويه على وجاهتها لم تحتضنكم بالعنايه والقانون وكان اللجنه الدائمه المكلفه بالشؤون الثقافيه والرياضيه لا وجود لها وتوصيات اللجنه وتوصية تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا تعود مجلس جامعتنا في شيء، بل باطلة إلى توزيع المنح لفائدة الفرق الرياضية المحلية دون شرط أو قيد، وعلى سبيل المثال تم تخصيص مبلغ من على ما أظن إلى 800,000 درهم لفريق أولمبي آسيا. مع أن المكتب الموسيقي لهذا الذي فاقد للشرعية القانونية انتهت صلاحية أعطائه بانتهاء فترة امتدادية ولم يتم تشكيل المكتب منذ سنوات على حسب علمي أو أكثر. إذا السيد الرئيس موجه لكم سؤالنا اليوم مستفسرين عن المعايير التي اعتمدتموها في توزيع المنح برصيد السنة المالية 2018 كما نسألكم عن حجم المبالغ التي تصرف على جمعيات وفرق مباشرة دون الالتفات الى الجمعيات الجاده والنشيطه التي تعمل في العمق وعلى اوامر جامعاتنا دون ضجيج او بهرجات اعلاميه في المجالات الثقافيه والرياضيه والفنيه والشبابيه والنسائيه والطفوله وبامكانات ذاتيه محدوده وننتظر منكم الالتفات اليها عبر دعوات يعني تقديم مقترحات مشاريع تستمر حتى المقبول منها فسيأتي يوم ينفتح عليها وشكرا. يخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة. فاهمين فهم يعني ماشي أنا اللي تنعزل الأسئلة على جدول أعمال العادي وإنما القانون التنظيمي هو الذي عزلها وأنا العادي كان خاص منه المفروض خاص المستشار يحضروا لأن ربما الأسئلة يعني الكتابية الشفوية لا تقل أهمية يعني وخاصة هذا هو الفضاء اللي يمكن لنا نحرر فيه النقاش في كثير من القضايا التي تهم تدبير الشأن المحلي. ولكن رغم ذلك احنا نلتمس العقل الأعضاء للجميع وهذا ما تحصل عليه المعارضة أكثر من
الرقابة بشكل يعني معقول وجدي تجاه الرقابة والشؤون المالية والبرمجة، حيث تم عرض الطلبات على لجنة الشؤون الاجتماعية وليس كما قلت السيد المستشار على لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، والتي اجتمعت 3 مرات. عندنا المحاضر، عندنا المحاضر ديالها، حتى لا يقول أحد كما قلت في سؤالكم بأنه تم إقصاء هذه اللجنة. مع كم للأسف هذه اللجنة هي اللي مطالبة خصها تشتغل، وهي اللي مطالبة خصها تكون في مستوى المرحلة وفي مستوى تحمل المسؤولية، على أساس أنه من يطرح عليها أي قضية من القضايا يجب أن تبت فيها. إلا أن هذه اللجنة لم تستطع تحديد لائحة المستفيدين، لم تستطع. ثم عرضت على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وعملت على رفع توصية إلى المجلس بخصوص هذه النقطة. هي اللجنة وخاصة اللجنة المالية، لأن هي اللي مسؤولة عن تقسيم الدعم بالنسبة للفرق الرياضية. ثم بالنسبة للدعم تمشي حسب الوطنية، عندها واحد النسبة كتاخذ، الجهوية عندها واحد النسبة، الإقليمية عندها واحد النسبة، وكنعتبر بأن هذه معايير نسبية سكن، هذه معايير نسبية، ولكن الاجتهاد ديالنا فيها والتجارب ديالنا فيها مع كل مكونات المجلس هو اللي كيخليها أقرب إلى الصحة والصواب، وهذا هو الذي يجب أن بالنسبة للأولمبي الأسدي كان عندها حالة يعني، وهذا غادي نشوف يعني العدد ديالها التنوع ديالها، باش نقولش شي واحد سيتو شي واحد منها ولا سيتو، بالعكس اللي يعتبر راسه تقصى هو اللي خصو يجي ويقول لنا راه التقصير. لحد الآن لم نتوصل بأي شكاية من أي جمعية أو من أي فريق في هذا الموضوع اللي تتكلموا عنه، وكتقول بأن هناك إقصاء والتهديج، هذا غير صحيح. بالنسبة للأولمبي الأسدي، نركز على النقطة، المجالس السابقة راه كانت كتعمل 250 مليون سنويا، 250 مليون سنويا، بطبيعة الحال هذا الأمر تقلص. علاش تقلص هذا الأمر؟ علاش تقلص إلى 80 مليون؟ وحنا هذا العام في الدورة ديال 2018 ماشي 2017 ضفنا لهم، وصلت إلى 100 مليون ديال السنتين. خاصكم تعرفوا علاش؟ لأن حنا ما كنعرضوش النادي الأولمبي الأسدي لكرة القدم، كنعرضوه للمكتب المديري. المكتب المديري هو أولا عاطيه 50%، 50% يدعم بها النقد بالنسبة للفرق الرياضية. النقد حنا ما كنعرفوش حنا الفرق الرياضية كتنقد، ولكن المكتب المديري كيجي لك تقرير تقريبا سنويا عن هذه الفرق التي تستفيد من النقد. جميع الفرق اللي كتمارس الرياضة وكتخرج على الأسمي وعندها دي بلاصمون كتنتقل. حنا عندنا غير واحد النسبة، راه 40 مليون ما غاديش تكفي المكتب المديري زعما كيما شفت عند جميع الفرق الرياضية، ولكن حنا كنقولوا 40 50% تقريبا تفوز للنقد ديال الفرق الرياضية. ماشي بلا عطات شي جمعية وهي ما جاتش لها وظائف باش تستافد، يعني هادشي تكلمنا على التقارير السنوية القرية المالية والأداب والبرنامج ديال العمل ديالها، ما توصلناش فيه. إذا قلت أنت راه كاين دورات وكاين محاضر، أنا ما عرفتش أنا بعدا شخصيا اللي حضرت ما كيقولوا هادشي، توصيل اللي خرجت اليوم ما طبقوش. إذا بيا نهار الدورة كنتفاجأ بمستشار محترم السي العيشي عطى واحد المجموعة ديال المعطيات، واحد المجموعة ديال المعطيات بخصوص الجمعيات، واحد المجموعة ديال السميتو اللي حنا مفروصناش، حنا عارفين لجنة مفروصناش، وهذا الشيء كنعرفو نظرا للتأثير اللي كنمارسو على المعارضة، يعني كتسدو عليا باب المعلومة نهائيا، باش ما كنجيبو واحد الحاجة، كنعرفو حتى حاجة، كنجيو للدورة بحال براني، أنا مش عارف، أنا مش عارف حتى حاجة. كلشي كنناقشو النقطة كتقول لنا بأن القطع هي كتناقشو في ناقشو في اللجنة، ملي كنجي نناقشو في اللجنة كنخرجو للتوصية ما كتلفش على أرض الواقع، داكشي ديال حبر على ما كاين والو، راه كنقول حتى هي وما كاين حتى حاجة، عرفتو ما حضرتش الدار فيها، أنا بعدا شخصيا حضرت 3 مرات خرجت واحد المجموعة ديال التوصية اللي ما تطبقاتش، ومنها حتى حاجة. كذلك
غنقول يحيى غنقول للجمعيه الرياضيه اللي قلت حتى واحد ما تقدم لنا بشي شكوى ما كاينش شكوى شكاوى السيد الرئيس وبعض الجمعيات لا لا داعي لك الاسم ديالهم لا هما ما كاينش حاجه رسميه بان تعتمد في واحد يعني نقول هذاك تاع التسييس ما بقاش في التوجه ديال الحقيقه ديال بعض الجمعيات اللي هما كيشتغلوا قدام نقصوا لهم الدعم اللي كانوا كياخذوه نقص لهم وجهي اخرين اللي هما جديده مازال ما عندهاش شي طلب والو ونعطاو واحد الدعم انا كنت واضح شي شويه ولكن حتى اي واحد كيف ما غيكون عليه يدير مقارنه بتدبير هذا المجلس لهذا المجلس اللي كتكلم عليه ولا جاي الصادق واللي عنده الجرأه وعنده مصداقيه وباغي يبحث عن الحقيقه يدير هذا المعنى يعني. كن متاكد ما غاديش كن متاكد لان راس مال هذا المجلس هو هادشي اللي كتناقشوا فيه دابا الان باش نتفاهموا راس مال هذا المجلس هو الشفافيه والنزاهه والمصداقيه والعدم المسؤوليه مع كل ملف ملف ويصعب على شي واحد لان انا عندي بعض المشاكل اجبار باش شي واحد يجي يزايد على هذا المجلس بهذه النقطه اللي كنتكلموا عليها بالذات هذا الامر الاول الامر الثاني بالنسبه الينا حنايا كيف ما شرحت عندنا معيار دقيق هو معيار الجامعه هو معيار العصبة ماشي انت ماشي انا ماشي السلطه المحليه ماشي عموم المواطنين اللي غيقول لك لا هذه اللي تستحق وهذه ما تستحقش لا المقياس ديال الاشتغال هو انها منضويه تحت العصبة اللي هي منضويه تحت الجامعه هذا الامر الاول الامر الثاني اللي بغيت نتكلم على الاقصاء ولكن تجيب لي اسماء وعدم الاسف ربما ما غنلقاش شي اسم لان اذا كان شي واحد باغي يحتج ما غاديش يمشي يحتج عن اي احد يحتج عن المجلس ورئيس المجلس وغادي يقول لي ويقول لي راك سفينة لحد الان ما جاتنا حتى شي شكوى ديال الاقصاء علاش لان قبل الحمد لله تعالى مع الجميع بشكل واحد بشكل واحد وانا عشت الاسماء دابا درتهم عرضتهم وشرتهم لان الاخوان تيعرفوا هذه الجمعيات وتيعرفوا بان ما يمكنش ان نتزايدوا عليها سياسيا كما قلتي بالمطلق اذا هذا الامر الاول الامر الثاني قلت لي بان شي واحد يدنا ونقصناهم كنا ونقصناهم اول واحد كان كيقول لهم خاصكم خصكم هي اللجنه ديالكم واحد ثانيا هادو اربعه الفرق نسويه كيديروا واحد البطوله فيهم ثلاثه في الاسفي فيهم ثلاثه في الاسفي وواحد في الكزوره بس الكزوره كتلعب هنا كتلعب في القاعه المخطط ديالنا حنايا كتلعب القاعه المخطط هادو الاربعه ما عندهمش دي بلاصه نهائيا ما عندهمش عندهم ثلاثه المقابلات في الذهاب وثلاثه المقابلات في الاياب وانا غادي نقول لك جي عندنا الاداره ونقول لك امتى زادهم الدعم الغير المعقول الى بغيتي تتكلم على السياسه نوريك بالتاريخ نوريك بالتاريخ باش ما تبقاش تقول اي كلام الله يرضي عليك لان نوريك امتى زادهم الدعم حنا رجعوا الامور الى نصابها لا اقل ولا اكثر وفرقه نسويه كان عندها الدعم المباشر ملي مشات الاولمبيك الاسفي راه الا شفتو حنايا في 2018 غيرنا الدعم ديال الاولمبيك الاسفي بشروط شرطنا بان هذه الفرقه النسائيه استفادت من هذا الدعم اللي كان عندها في السنه الماضيه وشرطنا بان هذه تقريبا واحد 16 مليون ديال السنتين تزاد في اطار دعم الفرق الرياضيه باش تستفاد من النقل الرياضي احنا صراحة ما عندناش حتى خلفيات ما عندناش شي خلفيات وما عندناش شي نوايا خايبة وكيف كتقولوا كل مرة كتقولوا خصك تجي تشوف المجلس الأول كيفاش كان كيتدبر دابا المجلس حنا أنا ما كنتش في المجلس الأول لا ما كنتش في المجلس الأول كنت كنسمع به كنسمع المشاكل اللي حاضرة وهادشي وهادشي اللي خلانا نقدموا العمل السياسي ولا باش زعما ندافعوا على مصلحة المدينة وداكشي وهادشي كان اللي كنديرو من باب غير على ديال حنا حتى خلفية وما كناخدو دعم حتى واحد وبعد حتى مصالح وراكم نتوما كتعرفو داكشي اكثر من اي واحد ولا جيت وقفت عندك قلت لك راه هادشي غلط شخصي او لا شي نهائي
سؤال كتابي حول المعايير المعتمدة. سؤال كتابي حول الاختلالات والعيوب التي شهدت أشغال صفحة العيلة وتأهيل الأصدقاء بالجامعة والإجراءات التي اتخذتها بهذا الشكل. لو في حقيقة قد أشغل بهذه الصفحة ديال تأهيل الأصدقاء اللي صراحة مع الأسف كتسيء إلى البيت الأسفي اللي هي الشهرة صراحة ما لا من حيث طريقة أشغال ولا من طريقة حتى المواد المستعملة. المواد المستعملة دون المستوى الريفسول المادة ديال الريفسول كتبان لي كاشفة جدا باقي عندها حقها. هذا على قد الموضوع المشار إليه هنا وكتبقى لي مادة لأحكام المادة 46 من القانون الدولي رقم 113/14 متعلق بالجامعات وتبعي بلوغ النظام الداخلي المجلس الجامعي الاسفي يشرف لنا توجه اليكم سياده الرئيس بسؤال كتابي حول العيوب والاختلالات التي عرفتها اشغال الصفقه الاطار الحقيقه الاطار عرفناها من خلال التصريحات ديالكم الاعلاميه كما ما عرفتش في الصفقه مع الملاحظه انني كنسجل واحد النقطه بان هذه الصفقه ديال الاطار غير قانونيه من الناحيه القانونيه راه غير قانونيه لان الصفقه ديال الاطار كدير واحد المجموعة ديال الأشغال ما كتخرجش ضمن هادشي ديال أشغال عيادة الأرصفة وراه ترجعو للمرسوم ديال الصفقة العمومية وغادي تبقى عيادة الأرصفة بجامعة الأسفل منجزة من طرف أحد المقاولات ففضل على عدم وضع لوحة تشوية للوجه المتعلقة بالمعلومات العامة للمشروع كما ينص على ذلك لفترة التحمولات فإن الأشغال لن تحترم المعايير المعمول بها في مثل هذه الحالات كاستعمال الأطربة بدل المواد المقالية استعملت واحد النوع ديال الأطربة اللي هي حنا بالعين المجردة كتبان لنا ماشي هي على أساس أنها توفنا والتي خضعت لتقييس مختبر مكلف بمراقبة جودة المواد البناء المستعملة في إنجاز المشروع وتم استعمال حيث تم استعمالها لإنجاز الأرضية ديك البلاتفورم في غياب المراقبة والتتبع من طرف المصالح التقنية بكل صراحة لا قبل المصالح ما كايناش الناس خدامة بوحدها حتى خرجة واحد 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 خرجة إعلامية لأن كتشوفوا الناس الجيليات ولا الكومبليزوات واقفين مع الأسف لا يمكن الاتكال على شهادة حيث لا يمكن الاتكال على شهادة المختبر يعني نجيبوا شهادة ديال المختبر ونقولوا بلا تقريبا ولا هذا عندها واحد الوثيقة عندها كتأكد أنها مزيانة لكن هذاك المختبر ما كيجيش كل نهار كيدير لاناليز مرة واحدة يقدر هذا السيد هذا يجيب لنا واحد الفواياج مثلا يديروا ليه لاناليز ويجيب لنا شي آخر من عند بلاصة أخرى حيت أن وطاق المقاول تجد مول من مواقع أخرى لم يرخص بها المختبر المراقبة بل أحيانا التحقق باستمرار من مصدر مواد بناء مجهود بواسطة كافة الوثائق الثبوتية بما فيها الإدلاء بالفاتورات وبسندات تسليم وشهادة متصلة وهنا تحصل على أن الشخص الذي وقع محاضرة الموافقة والذي سمع باستعمال مثل هذه المواد. ثانيا عدم إنجاز عملية الدبلة الأرضية مستقبلية للأشغال. يتم الاكتفاء بإزالة مكونات الرصيف السابق ووضع طبقة من الأطربة بدون أدنى عملية للدك، ثم وضعها على طبقة من الخرسانة وتم تكسيرها بالزبريج، مما يؤدي بحكم تقعرات وحفر بالرصيف مع تصرف ديال قطرات الماء. ثالثا عدم احترام مقاييس الوساطة التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة. كذلك وضع الكتل الإسمنتية الطروطوار بودورة مباشرة على الأرضية الترابية دون طبقة خرسانية للعزل والتثبيت في مخالفة واضحة وصريحة للمعايير المعتمدة في ميدان البناء والأشغال العمومية وبشكل يتلافى مع التوصيل التقني الوارد في دفتر الشروط الخاصة في العديد من المواقع التي عينتها ووثقتها بتسجيلات مصورة وهو ما سيعرض هذا
الماده ديال الباتوار من التشوه بفئه التصرفات الماليه مستقبلا. هذا يعني عندنا واحد المجموعه ديال العيوب اللي شفناها بعيننا العين مجرده بهذه الطريقه ديال اشتغال الاشياء ديالها. يعني مثلا كيتحيد السليج خوينا عليه واحد الماده ديال الاقلام الصفراء اللي هي تسمى توفلا سما هو توفلا تيتم الدك ديالها وتحت فوق من السليج. دونا بان ناقصو خاصها ديك الماده تكون هي بلاتفورم تكون هي الارضيه بعدا تحط عليها واحد الماده ديال توفلا وخصنا المختبر ديال الجوده يمشي يجي يعطينا الشهاده والمصدر اللي جا هذاك الاقلام ومع السنه باش تخلصها ماشي شي يدير لنا عينه هنا وعينه لهي. كذلك يعني السيد الرئيس ديالنا حنا كنا حاجه الاعلاميه اللي هي انتم خرجتوا على الرقص الاعلام يعني حنا ماشي شغلنا وحنا اليوم السيد الرئيس راه كلشي الناس المواطنين عادي بلا مستشار جماعي بلا والو راه كلشي شغلو راه دين وهذا راه المال العام. وحنا اذا كنا كنهضروا الحصص ديال المال العام ديال الحشومه اننا في 2013 وما كنستعملوا هذاك الريف صور هذاك الريف صور الزليج بهذه الطريقه سير دابا في دجاج الشناء يا سيدي دابا تشوف الريف صور كيفاش داير والطريقه كيفاش تخدوه حشومه ديال البلاطو في الجليج وحده دايره هكا وحده دايره هكا حشومه ولاو عليك الريف صور رديئه جدا. هذا راه 10 سطوك هذا 10 الفول هذا وجابوه حطوه علينا هنا حنا ما يمكنش نقبلوا هذا الشيء. شكرا السي الرئيس. شكرا على مداخلتك ومرافعتك. بطبيعة الحال انا معموم بذكرى ما كنتكلمش على المصالح ديال المستشارين انا جيت المصلحه انا راه كلمه تيتقالش في اللقاءات الاسبوع تيتقالش انا عمري ما جيت على المصلحه كل واحد كيمشي يقلب على مصلحته راه عندك حاله التنافي بعدا راه عندك حاله التنافي الا ما كنتيش عارفها راه نشرح لك حاله التنافي شنو هي. هذا الامر الاول وكل واحد راه كيقول على مصطفى كيقلب عليها ما عرف فين في مراكش ولا ما عرف فين ولا كذا الى اخره. خلونا نبقاو تنتكلموا في المستوى اللي حنا كنتكلموا فيه باش نتفاهموا على هذا النقطه. الامر الثاني انا الله يخليك يا سي كريمي انا راني تعبت معاكم باش كل مره نبقى نشرح لكم القانون راني تعبت راه ما يمكنش الرئيس يجي باش يجاوب على اسئله عاديه ونبدا نجاوب لكم على القانون ومره وجوج ثلاثه عشر تنقول لكم راه ماشي كنجيو نتعلمو بها القانون دورات كنجيو ندبرو فيها كنجيو نتناقشو فيها ودابا كتجي بكل بساطة ويسر وسهولة وكتقول لنا هذه السلطة غير قانونية لأن الصفقات الإطار إطار قانون الصفقات العمومية ما كيدخلش فيها أشخاص صيانة وهذا القانون اللي هو المادة يعني من مرسوم الرقم 2/12/1949 بتاريخ 8 جمادى 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية تيقول لك في إطار لائحة أعمال ممكن أن تكون موضوع صفقات إطار ودخل فيها أشغال صيانة في الطرق. هذه اللي جبناها من عندنا السي كاميلي جبناها فهمت الصيانة في الطرق بكل الصيانة في الطرق فيها رشاصين فيها الأرصفة فيها كل ما يتعلق بالطرق. إذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني خرجت انا والاخوان ديالي ديالنا من اعضاء المكتب
وعلى أن رب عليك المكتب الناس المتخصصين في هذا المجال متخصصين، وعلى رأسهم سيد سعنا وخرج معايا وأكد لي بأن هذه التوفنة داخلة في مواصفات عالية جدا، وهو ابن الميدان. ما يمكنش لو شي واحد يجي يتكلم معايا بعين مجردة وبدون خبرات يقول لي النقائص الموجودة في هذا الموضوع وكذا إلى آخره. الرجل للموضوع ديالي هذا غير جواب عام على بعض الأمور التي تطرقتم إليها. إذا نظرت لتدهور حال الأصفة والطرق بالجامعة ورغم ضعف الإمكانيات المادية عالية الجامعة على توفير اعتماد لا يقدر 25 مليون ديال الدرهم سابقا في تاريخ جامعة أسلم منذ سنوات، من نهار عفوا المشاكل بحكم يعني التعديلات الضريبية اللي عرفتها المدينة ديالنا في 2008 خاصة، وخل من هذه التعديلات اللي عرفتها المالية 2001 2002 واللي عرفت على اثرها الجماعة الحضرية يعني مجموعة من المشاكل المالية لأول مرة بالإمكانيات الذاتية. ما تنتكلموش على إمكانيات أخرى، ما تنتكلموش على شي مجلس آخر يجي يصوب لنا، تنتكلم اليوم عن الإمكانيات الذاتية ديال الجماعة وخصصنا في ميزانية تسيير 10 مليون ديال الدرهم وخصصنا في ميزانية تجهيز 10 مليون ديال الدرهم، ودرنا في الاتفاقية ديال الشراكة مع وزارة الداخلية 5000 مليون ديال الدرهم في إطار اعتماد خاص. وبالتالي هذه الامور هذه اللي كانت بالنسبه الينا لماذا ذات قيمه مضافه هذا المجلس، لكن مع كامل الاسف ان هناك من يريد ان يجعله شيئا سلبيا. وحنا في برنامج العمل درنا 10 مليون ديال الدرهم في برنامج العمل، قلنا 10 مليون درنا هذه الامكانيات ديالنا، ولكن عمليا وفعليا درنا 25 مليون ديال الدرهم، ودرنا نسبه انجاز راه حنا دوزناها في الجلسه السابقه ديال 225% ديال الانجاز سابقا. هذا الامر الاول. الامر الثاني، عملت جماعه اسيا على فتح الاضيفه الخاصه باستثقال الاطار المتعلقه بالصيانه احتياجيه الطرقات، حيث شاركت فيها شركتين هما شركه اس ان ال غافو مراكش وصون لاكو يوسفيه، جوج الشركات. كنقول لك هذه اللي تقريبا هي اخطاي الصفقات الاولى اللي درنا. شوف دابا شحال كيجينا ديال الشركات في الاستئناف مع الصفقات، ودير مقارنة معنا سبق. الأمر الثالث، نالت الصفقة شركة سوملاكو يوسفية، وتم إنجاز الأشغال في برنامج محدد مسبقاً يخصص إعادة تأهيل الطرقات، وضع حجر الرصيف وأصفة الطرق عن طريق وضع السنديج، حيث أنه لم يتم إنجاز أي مشروع من هذا القبيل منذ سنة 1985، مما جعل جلبات الطرق على الحاله التي نراها عليها الان، خاصه ان موقعه في الحي الاداري الذي يعرف يعني تواجدا كبيرا للمواطنين المتطوعين من اجل قضاء حاجياتهم الاداريه وكذا المتوافدين على المدارس والاعداديات والثانويه. الاهداف ديال الصفقه، اولا تدير السير للراجلين بحيث من حوادث السير، ثم تحقيق جماليه الشوارع. هيا الصفقه بطريقه مفصله. بالنسبه للانجاز، لقد تم منذ ترجع للانجاز ترجع للكراج. انا اسمح لي هذا الموضوع كيف يشمع يا ما عرفت وكذا ما عرفت شنو مع سحايا ولا شنو موضوع اخر. احنا بالنسبه لينا خرجنا عده مرات، مشينا المحجات الشديده ولا مشينا المحج الحسن الثاني في الدار البيضاء، ومشينا للساحات في مراكش، ومشينا للاماكن ديال العرب، بدينا نشوفوا اخر صيحه ديال الكراج. هذا الشيء اللي كتقول انت الدنيا وكذا الى اخره، هذا واحد خمسه سنين سته سنين كان موجود حتى في السوق، موجود حتى في السوق كان موجودا، لكن راك خاصك تعرف الى كنت ولد الميدان راه الشيء كيتطور واحد الشكل كبير جدا. احنا المهم عندنا المهم عندنا هو ان هذا الشيء واش مسير الصيحه الجديده ديال الاصدقاء ولا ما غير مسير. هذا النقطه الاولى. ثم من حيث الجوده، احنا مستعدين نمشيو لاي مختبر من المختبرات لنؤكد جودته من عدمها. تم ابرام عقد بين المقاوله والمختبر العمومي للتجارب والدراسات ام بي دو زو، وذلك وفقا للفصل 9 الفقره 3 من ضبط التحملات، حيث يقوم المختبر العمومي للتجارب والدراسات بالتتبع عن قرب لجميع الاشغال المنجزه والخاصه بهذه الصفقه. وأنا أول مرة أستاذيني كنسمع كلام يشككوا في مختبر عمومي ديال الدولة تابع لوزارة التجهيز،
وتشكك في النتائج ديال الخبرة ديالك. أول مرة في حياتي كنسمعها، عرفتي علاش؟ لأن هذا المختبر اللي كنتكلموا عليه اليوم، المشاهدة الكبرى ديال الدولة، ملي الدولة كتلقى مشكل على شي ديال الدراسات في طرق السيارة وفي المراج، سدود في السدود كيلقاو مشكل كبرى، هذا هو الحكم. راه الدولة كتحتكم ليه، والمؤسسات ديال الدولة كلهم تحتكموا ليه. وكنجيو اليوم حنايا في صفقة بسيطة، صفقة بسيطة، علاش هاد صفقة بسيطة لا شيء، وتناقشوا وتنضاربوا وتنقولوا وهاد المختبر واش غادي يكون في المستوى ديال الخبرة ولا ماشي في المستوى ديال الخبرة، ونتكلموا على مرة كيختبروا ولا ما كنقدرش نصحح هاد الكلام. وكلام يجب أن يراجع. إذا كانت لأنه هو كيف كيد الشرع، وجوب إبراء اتفاقية بين المقاولة النائلة والمختبر العلوم التجاري والدراسات الانتيجيزيون، ماشي أي مختبر، مش مستوى المختبر، ها هي لا كونفونسيون بيناتهم، ها هي تم إزالة حجر الرأي، ندخل الأشغال وكذا، وبين قوسين مهم قبل ما ننسى، ها هو الدوسي كامل ديال الانتيجيزيون، ها هو كامل. إذا كان كيف ما كتقول تجيش نهار ديال ماشي خبرة وتمشي بحال هكا، جي هذا الحكم ملف بكامله حول يعني العمليات التي أنجزها المختبر في بي دو زو وكذا إلى آخره، العمليات التي أنجزها والتحليل التي دارها، علاش نقول لك وخرين مستقل دارت لنا في دو زو من شو شحال من صفحة تقريبا فيه. على أي هذا الشيء كله هو راه إشارة الجامعة، راه إشارة الصحافة، راه إشارة المستشارين باش يطلعوا عليه ويشوفوا فعلا كيفاش ويخصوا من بعض القضية. والله العظيم المستشارين ماشي خصهم يكونوا فخورين بهذا الشيء اللي كنديروا، خصهم يكونوا فخورين لأنك ما غلطتش، أو على الأقل ما نقولش لك فاش مسخين، على الأقل هذا الشيء راه ما كانش حاجة. حنا اللي قلتي بأن جينا في مرحلة ديال الأشغال، راه تكون الأشغال مقبورة دارهم تكون طعام الصالون تكون هذه تكون هنا، وبلاش تخليو هذاك الشيء حتى يسالي وتلقى لا ريسيبسيون اللي يقول له كان هذا وكان هذا، حنا حاولنا ننبهو واحد الحاجه ما عجبتناش حاولنا ننبهو، بعد حتى خلفيات بعد حتى لا حنا غنبيو غير يعني انا ندي لها الماء غيتصرف غيتصرف، علاش ما تصرفش بحق وعلاش غندي لها الماء ما تكونش بحال جامع المدن، كتمشي تساوي جامع المدن كتلقى مناطق خضراء كتلقى الزبيج زوين كتلقى حنا كنخسروا الفلوس وما كنحتاجش هذاك الشيء ما يشرف. لا لا هاد القضية ديال الكاروش اللي كنهضر على السيد الرئيس، أنا ما كنهضرش على الطريقة ديال الجهد ديالو واش ديالو اللي راه مازالش مزيان صحيح ولا لا، كنهضر على الجلالية ديالو، هذا كنشوفو بأن واحد الموضوع قديم ما بقاش كيدار، هذا رأيي. من ناحية ديال تكلمت على مختبرين في دوزو هذا هو بأنه تابع للتشريس وكذا، حنا ما كنهضروش على التسمية ديالو. حنا اولا ما خصناش نهضروا الاسماء، انا بحال اللي دارو التشغيل لواحد المجموعه ديال الشركات، يعني بي دوز كاين شركه اخرى اللي حتى هو في مستوى احسن منه، احسن منه، واش راه هو اللي كاين؟ وهذاك اللي بي دوز راه مخدمينش في الملائكه، راه خدام فيها بشر بحالنا بحالهم، يقدر يهبط ويقدر يوصل ويختار ويوصل. ودوك الاناليز اللي كيجي ديال راه كيجي كنخلصوا المقاوله كيجي كيدير واحد السونداج هنا ولا يدير واحد شويه هنا، ولكن واش غايب السونداج كلشي؟ يعني حنا كنطلعوا بان حنا واخا عند الاليه ديال المراقبه مثلا البيدوزو او عند السميت الاداره اللي ساعدوا في المراقبه ماشي هما لا باس، هادو غايب مسائل باش كتساعدنا حنا في المبادئ باش غادي نمشي ديالك كنعيطوا لك ونقول لك ماشي شوفوا هنا غادي يشوفوا هنا، يعني حنا اللي كنواكبوا الا كان شي فينا بعد حنا اللي كنواكبوا ماشي صافي عادي بيدوز صافي نعسوا عليهم الدين راه غير بيدوز غادي يشدونا الوراق راه الوراق موجود هنا راه الوراق كنخلصوا غادي يعطيها مسائل تجاريه. عاد ثاني حاجه غادي يكون تستهدف على ديك اللي راه مقريفه انا هضر شاد جوج كاميرات ولا ثلاثه دوزو بينا وقريفه والباس ما كمل الباراكس هو اللي خدام عليه دابا فلاح حتى ما ناقصو هادي حنا ما قضية ديال الخلاصة ناس واش جابها لي ميرا بريفو ولا جابها كي دار ليها الكروس بو ديال كي دار ليها لاباس ديالها سما جاب ماشي مشكل ماشي هذاك المشكل ميرا ما كتعنيش شي حاجة راه
كتكلموا من باب غير ديالنا على هذا الشيء، ما عندناش شي نوايا، وراه حنا زعما ما عندناش شي نوايا حايمه، وما كنتقدش بلي فعلا حنا كنشكروا الدور اللي كتقوموا به، بان كنا متواجدين فعلا وكاين واحد المجموعه ديال الانجازات كنشوفوا فيها وهذه، ولكن ملي كتبان لنا شي حاجه ماشي هي هذيك كندخلوا كنبهوكم ليها. حرصا على المصلحه اللي لدينا، الفلوس غادي تخلص، غادي تشري خلاص تخلص، يعني الفلوس غادي علاش ما تكونش عندنا واحد الجوده في الاشخاص وواحد الجمال ديال المدينه؟ هذا هو الهدف ديالنا. اما عندنا خلفيات، حنا بعدنا مع الناس في مراكش ولا في ناس ولا في الناس. شكرا سي ابراهيم. هذه الاسئله مكتوبه مزيان وكذا وكذا. كنكون صادق، كنكون صادق، ماشي انت من المعرض نقول لك شي حاجه اخرى وكذا كذا. ولكن دابا الان في النقاش كتكون شي حوايج خصنا نثبتوا فيها الكلام. هذا الشيء اللي قلتي على هذه الفيديو بعد ما قلتي الفيديو شكون هي وفيها غير البشر وكذا، اسمح لي، الفيديو راه مصدر ديال الدوله، والفيديو هو اللي كيدير الافتحاص والتدقيق والمقاربه لجميع مكاتب الدراسات اللي قلتي انت، والنتائج ديال الفيديو اذا كان مطعون فيها ما كاين حتى شي مكتب دراسات في المغرب كتطعن فيها الا المختبر العمومي في فرنسا. ملي وقع شي خلاف مثلا بين الفيديو وشي مؤسسه من المؤسسات وبغينا التحكيم راه غنخرجوا على باش تعرف باننا حنا راه ملي كنقولوا فرضنا كنقرا لكم واحد القضيه والله شاهد على ما اقول. شتي ملي كنقول لكم حنا فرضنا في كاين الشرط ديال بي دوزو خاصكم هنا تجيو للمجلس وتصفقوا على هذا المجلس، تقول انت هذا المجلس كتفرض على الشركات باش بي دوزو تبع لها النتائج ديال التحليل بالنسبه للمواد المستعمله او بالنسبه للدك ديال اثناء انجاز الاشغال. هذا هو الذي كنت انتظره، ماشي العكس. ملي كنقول لكم بي دوزو تجي، وثانيا انا راه سميت بي دوزو انا مفروض ديال الدوره راني فاهم راني واعي، يمكن هذيك ديالي راه خرجت ليا ممكن، ولكن ماشي لاجل التصوير، باش الاخوان اللي حاضرين نقول لهم ها الناس اللي داروا الاشغال، ماشي التصوير شي شركه واحد، باش نقول لهم ها الناس اللي داروا الاشغال. وبين قوسين شحال اللي تعاقد مع المنار؟ ماشي حنا اللي تعاقد معاه، هي الشركه. وهذا قيمه مضافه ديال نوع الشركات اللي ولاو كيتعاملوا معنا. هاد الشركات ولاو تيجيو عندنا تيقولوا لنا حنا راه ما بقيناش، حتى حنا بغينا نلعبوا، حتى حنا راه حنا جايين لقيناكم مجلس مزيان وباقي معقول، حتى حنا راه ولينا كنعطوكم اثمنه معقوله ومقبوله، وكنجيبو حتى حنا شركات معقوله اللي يعني كتبشر لنا الاشغال ديالنا. هذا هو المنطق الذي يجب ان نتكلم به، وهذا هو المنطق والفلسفه والتصور الذي يسود كل مكونات ديال المجلس. حنا في المكتب راه ملي كنبداو كنضربو كنضربو على هذا الشيء السكاني، كنضربو على المعقول، وكنضربوا كيفاش يمكن لينا نسترجعوا الثقه الحقيقيه ما بين الجماعه ديال اسفي وباقي المتدخلين، سواء كانوا خواص سواء كانوا كيدخلوا في اطار الاداره العموميه. هذا اصبح من اولى الاولويات بالنسبه يعني بالنسبه الينا، وما يمكنش لنا نهائيا باش 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 نفرطوا فيه. على اي حال، انا في جميع الحالات انا تنقول الحمد لله ذكرت واحد القضيه المصلحه ديال المدينه وكذا، وشكرتنا جزاك الله خيرا في الاخير على الاشغال اللي كنديروا. حنا ماشي كنقولوا بان مدينتنا ماشي بحال المدن، تمدينه اسفي عندها حقها الحمد لله، عندها الحق من الجمالية الطبيعية اللي عطاها الله تعالى للمدينة. هانتي كتبقي الحضارات والانكسارات ويعني واحد الجمالية طبيعية طارق، خاصة غير شي شوية ديال التدخل نتعاونوا عليه جميعا، وحنا غاديين فيه ان شاء الله تعالى. راه باش نديروا واحد النسبة معتبرة ديال 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 تعبير ديال الطرقات، حنا درنا تعبير الطرقات والأرصفة، والسؤال عندي في الأرصفة. حنا تكلمنا على 6 سنوات في البارك في برنامج عمل الجماعة، عرفتي شحال درنا في برنامج عمل الجماعة ديال 6 سنوات كاملة؟ شحال درنا في 2017؟ راه درنا 45%. داكشي اللي كنا كندوز 6 سنوات درنا فيه 45% في سنة واحدة، في سنة واحدة. ها الوظائف وها الواقع، ما عندنا حتى شي مشكل فيه، والخير جاي كثير إن شاء الله تعالى في هذه السنوات القادمة، جاي خير كثير، لا على مستوى البنيات التحتية، سواء تعلق الأمر بالطرقات
سقوط علاقة الأمر بالأنشطة، سقوط علاقة الأمر بالمساحة الخضراء، سقوط يعني واحد المجموعة من الأمور اللي جايه بطريقة إن شاء الله تعالى الإنارة العمومية، لأن تتكلم على الطرقات، تتكلم على الإنارة العمومية. إحنا الحمد لله الآن المشروع ديال بولفار حسن الثاني، شارع حسن الثاني، يعني العرق إحنا غادي نمشي السقا إن شاء الله تعالى غنديرو فيها دي كونديلابل أعمدة بجودة عالية، وغنديرو فيها إنارة بجودة عالية من الراس حتى للراس، وغنديروها في شارع محمد شارع جيش الملك اللي كيقسم حي المطار، وكنفرضوها اليوم على جميع التجزئات الجديدة، وغندخلوا في مشروع كبير جدا أننا نحاول نعلموها ما أمكن في المدينة ديال الأسفي. نحن متأكدين إن شاء الله تعالى أن المدينة ديالنا ستكون يعني كشبيهتها من المدن الأخرى المغربية، إن لم نقل يعني على الأقل أحسن من الكثير من هذه المدن. وشكرا. نمشيو في الختام إلى بعد الإعلان عن نهاية الدورة إلى قراءة برقية الولاء المرفوعة لجلالة الملك تصدر الدكتورة خديجة العقري نائبة أول كاتبة بالنيابة